في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله، ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، صرح سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة بدأت صباح اليوم بتوزيع ثاني دفعات مشروع مجمع 609 بسترة على المواطنين المستحقين. وأضاف أن عملية توزيع مشروع مجمع 609 بسترة ستستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 740 وحدة سكنية حال اكتمال نسب الإنجاز بكافة مراحله. وقال الوزير إن هذا التوزيع الذي تشهده الوزارة اليوم يعد سادس المشاريع المدرجة ضمن خطة توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تسخير طاقاتها من أجل إتمام تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة تمتد إلى شهر أغسطس المقبل، أسوة ببرنامج المراحل السابقة من التوزيعات الذي شهد توزيع أكثر من 15000 وحدة سكنية مؤخراً.